السلام عليكم. دابا غادي نديرو الحوت، غادي نطيبو السمك، او احنا كنسميو في المغرب السمك الميرنا الباجو. المهم السمك ديال البلاد زوين، غادي نطيبوه وغادي نتعشاو به. اول حاجة اخواني اخواتي، اول حاجه نقدو الفوكس، غادي نشدو هكا السمكه كيف ما كتشوفوا ونحطوها في الطحين هكا، نحطوها في الطحين هكا، نديروها في الطحين هكا ونمردوها في الطحين هكا. واحد السؤال، قولوا لي علاش كنديروا الطحين في السمك او الحوت؟ باش ما تحرقش الجلده زعما. ونجيبو هذه نعاودو نديرو لها هكا، ونطبطبو عليها هكا شوية، ونشدو هادي تبارك الله كما كتشوفو مشرملة فيها التومة الحامض العطرية ديالها ديال الحوت بطبيعة الحال، ونحطوها في الطحين هكا ونديرو عليها شوية الطحين هكا، نديرو فيها شوية الطحين هكا ونعاودو نضربوها هكا. صراحة كان عليا لبس الليكات ولكن ماشي مشكل. نديرو الطحين هكا، هاهي الحوتة الأولى، الحوتة الثانية، هادشي نتعشاو بيه، الحوتة الرابعة. هنا سمحوا لي غادي نغسل يديا. هنا يا اخواني اخواتي اليدين ديال التمر، هنا عندنا البطاطا غادي نقليوها، وعندنا هنايا الدبنجال ومطيشه، تسوكا ديال مطيشه بطبيعه الحال. غادي نستعمل هذا ديال الخشب، وغادي نمشيو دابا. كتسولوني ديال اش هذا فينيش، هذا فينيش ديال الماكينه ديال المعن اللي كتغسل الاواني المنزليه، مع البرودوي ديال الكيسان ديالو غني عن التعريف. وهذه اخواني هذه الملحه، هذه كتسمى الملحه، عندك نطيحوها على الماكله، هذه كتسمى الملحه ديالها كيف ما كتشوفوا. نرجعوها بلاصتها، المهم من بعد الفيديو نرجعوها بلاصتها هكا، نحطوها بلاصتها. اوكي، غادي تسولو فين هي، هي هادي بطبيعة الحال، هي هادي، هي الماركة ديال سامسونج بطبيعة الحال، راه خدامة. نرجعو اخواني اخواتي، نرجعو ونمشيو لهيات. اوكي تبارك الله ما شاء الله، كوزينه يجري فيها الخير تبارك الله. مو معليناش، نمشيو للفيديو ديالنا اخواني اخواتي، ونمشيو نشعلو النار. كما كتشوفوا باش نقليو الاسماك والاتواش. غادي نجيبو هادي هنايا، هادشي بعدا
الحرارة نقلبوا لكم التريبي، وهذا هو البراد المغربي بطبيعة الحال. هذا الفيديو راه ما غادي مونطي فيه والو. تحياتي مريم من الكويت، خويا نوفل حسنة تي في، خويا وليد علي الحسن حسن، ام وليد اختي لمسات حشية كتجي، شكون اخر شكون اللي نسيتو؟ ميورا راموس ميرا ميرو فاطمة يويو ياسمين، شكون اللي نسيتو مرحبتش بيه يكتب لي الاسم ديالو في التعليق. خويا حسن، اصدقاء وصديقات، خويا حمزة كنزة فلوك، شكون كيدخل عندي من الاخوان والاخوات؟ المهم الاخوان والاخوات اللي جاو جداد ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو باش نوصلوا 100 ألف اخ واخت. دابا نخليو الزيت، نديرو الزيت هكا، نقصو من العافية، نقصو شوية من العافية، نتابعو حنا وياكم. نقليو الأسماك، وبطبيعة الحال المويعات اللي درناهم غنغسلوهم، هادشي اللي كاين. المهم تحياتي لكم جميعا بدون استثناء، اوكي. نقول بسم الله، هذا نحتاجو نخليو بطبيعة الحال. ومرحبا بكم اخواني اخواتي جميعا معايا. نجيبو واحد الفرشيطة بطبيعة الحال، نقصو شوية العافية، نقلبوها بعدا باش يطيب شوية هكا، ونطيب هكا شوية باش يكون الطياب متوازي.
ما عرفش البطاطا علاش لصقات، ولكن ماشي مشكل. خلينا وهادو غادي نسخنهم في الميكروويف كما كتشوفوا، نسخنهم في الميكروويف باش يجيو هذا الدبنجال الباذنجال كما كتشوفوا الباذنجال، و صلصة الطماطم طماطم ولا مطيشة ولا هنا كاينه واحد الدجاجة، واحد الدجاجة هذه الغدا ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك مع حبيبكم، تعشاو معايا في العشاء ديالي. شحال الساعة دابا؟ دابا 12 ونص ديال الليل. نضربوا أحواتي الأسماكي هنا. غادي نكتشفوا واحد السر، شنو هو السر؟ كلشي عزيز عليها. غادي نديرو هكا ونديرو هكا ونديرو هكا ونديرو هكا ونديرو هكا ونديرو هكا ونجيبو خبز الدار، خبز الدار، خبز الدار. يا سلام، يعني تبارك الله، خبز ديال الزرع، خبز شهوة منو كيف ما كتشوفو، من القمح الصلب، مديدات الوالدة الله يخليها ليا. نسدو هادي هكا ونسدو هادي هكا ونسدو هادي هكا ونرجعو. فين غادي نرجعو؟ نرجعو لبلاصتو في الفران. هنا حطينا هنا الخبز، الحوت شنو كيخصو؟ الحوت كيخصو الحامض، الحوت كيخصو الحامض بطبيعة الحال، الحوت كيخصو الحامض، نحطو الحامض والهريسة بطبيعة الحال.
شكرا للمتابعة على الفيديو، مرحبا بكم. حيدو دابا البطاطا، حيدو الأسماك بطبيعة الحال، شحنو مزيان، تبارك الله الحوت راه كبيرة. سمحوا لنا لا شاهيناكم، مرحبا بكم. يا سلام، بطيطات، عشيوة مبرعة، يا سلام. مريم الكويت تحياتي ليك، تحياتي مريم الكويت بطبيعة الحال، أحلى تحية. الهريبة اللي في السعودية اللي بجوج، مرحبا بكم. بطبيعة الحال هادشي غادي نوصلو، هادشي غادي نوصلو كامل اللي درتو نوصلو. نخليو هادشي يتحيد في الزيت، نسيت ضروري خصني نسخن هذا ترى. جي كومبري الباتري غادي يطفى. كي جاتكم العشيوة معتبرة ياك؟
كنديرو الحامض هكا وكنديرو ليه هكا. يا سلام في الحوت، عرفتي كيعطي واحد البنة، يا سلام. بسم الله. بسم الله. شنو بقى خاص؟ بومس والله لا، الفيديو باقي خدام. يلا نقولوا بسم الله ونجلسوا في الكرسي نتعشاو. راني درت الماء يطيب باش نغسل هذا الشيء ونجمع هذا الشيء كامل اللي هنايا، ما فيها بس. شكون اللي بغى هذه الدجاجه؟ مرحبا به. فيها شي 2 كيلو ونص تقريبا، 3. تحياتي لكم، نشوفكم في فيديو لاحق. ما تنساوش اللايك والاشتراك، ويا سلام نضربوا البروتينات. عرفتوا البروتينات؟ ياه، عرفتي مشاهدكم. شي حاجة نضع. بسم الله.